السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير الحمد لله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكاطو رخيص وسهل. هو واحد دو جو ديال الخضره باش عاوتاني تاكلوا الخضره لوليداتكم. دونك بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. باش نحضروا الكاطو ديالنا كنحتاجوا 6 المعالق ديال السكر، جوج خميرات، 6 المعالق ديال الطحين، جوج بيضات، 6 المعالق ديال الزيت، و 6 المعالق ديال الحليب، واحد خنيشه ديال الفاني، وقبيصه ديال الملح. دونك نمروا الى طريقه التحضير. دونك كناخذوا جوج بيضات كنزيدوا عليهم سنيده، كنزيدوا عليهم فاني وكنطربو مزيان. كنزيدو الحليب كنزيدو الزيت كنطرب واحد شويه كنزيدو الطحين بيان سور يكون مغربل كنزيدو قبيصه ديال الملحه كنزيدو الخميره ديالنا كناخذو المول ديالنا كندهنوه شويه ديال الزبده ولا الزيت وكنديرو فيه شويه ديال الطحين صافي وكناخذو الخليط ديالنا ديما كنهزو يدينا ملي كنكونو كنخويو باش يجي خاوي انا في هذا الاثناء راه شعلت على الفران 180 درجه كنخليوها واحد 25 حتى 30 دقيقه وحنا كنراقبوا بحال الكيك العادي. نحضروا لا كريم باتيسير كناخذوا ان سيترو ديال الحليب كنزيدوا عليه محدو بارد كنزيدوا عليه جوج معالق ديال لا كريم باتيسير وجوج معالق ديال سنيده كنبقاو نحركو وكنبقاو وحدها على نار مهيله كنقص منها شويه حتى كيعقد لينا الخليط. دونك هالكيك ديالنا من بعد ما خرجناه راه كيكون رقيق شتي ما كيكونش غليظ باش يجي بحال حلوه ديال الكريم. الا بغيتو ديروا شي حاجه كبيره ديروا ضعفوا المقادير. دونك لا كريم باتيسير ديالنا من بعد ما بقى سخونه من بعد ما وجدات الشوكولا ديالنا قطعتو بهاد الكوطو ايكونوميك. بالنسبه للتزيين كل واحد يدير على حسب اللي بغى، يمكن لكم ديروا لي فخوي كاملين تخلطوهم، يمكن ديروا غير البانان بوحدو، يمكن لكم ديروا غير الفخيز بوحدو، هادي غير فكره. مع لا كريم ما خليتهاش حتى تبرد، نورمالمون خليوها حتى تبرد على خاطرها عاد زوقوا. انا كنزوق
ديريكتومون دونك الشوكولاط كيذوب. كنشدو لي فريز ديالنا كناخدو لي فرامبواز كنحطوهم عشوائيا ماشي ضروري يكونوا مقادين كناخدو هاد الكويرات ديال الشوكولا دونك نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي باش نحضرو العصير ديالنا العصير الاول دونك كنحتاجو نص سيترو ديال الحليب جوج ديال القرعات مقطعين على هاد الشكل صغار باش يطيبو لنا دغيا واحد 3 المعالق ديال السكر وبيان سور السكر على حسب الذوق اللي كيبغيه مسوس ما يكثرش واللي كيبغيه حلو يزيد السكر وواحد ياغورت ديال بيستاش بالنسبه للعصير الثاني عندنا كذلك نص سيترو ديال الحليب واحد جوج ديال الخيزويات مقطعين صغار واحد ياغورت ديال الخوخ و3 المعالق ديال السكر حتى هو كذلك بالسكر على حسب الذوق دونك غادي نمروا للطريقه التحضير ناخذ جوج كاسرونات كنشعلوا عليهم الماء بالنسبه للماء كنديروه قليل كنديروش كثير بزاف بحال هكذا حيت هذاك الماء غنزيدوا عليه هو اللي غنطحنوا هنيت فيه غنخليوه حتى يشرب بزاف بقى واحد شويه د الماء عاد غنطحنوا به دونك كناخذ خيزو ديالنا كنديروه في كاسرونه باش يطيب وكناخذوا القرعه ديالنا كنديروها حتى هي في الكاسرونه باش طيب وكنخليهم يطيبوا دونك من بعد ما كيطيب لينا خيزو ها هو كيبقى فيه واحد شويه ديال الماء كتخليوه فيه كديروه في الطحال الكهربائي ديالكم كتزيدوا عليه الحليب السيترو 3 المعالق سنيده كتزيدوا ياغورت ديال الخوخ صافي وكطحنوه دونك كنشدو القرعه ديالنا كيبقى فيها حتى هي شويه الماء حتى هي كنخرجها كندير الحليب ديالنا نص سيترو 3 ديال المعالق سنيده انا راه ذقت العصير الاول هو هذاك 3 ديال المعالق كافي واللي بغى مسوس يدير قل حيت ياغورت عندنا فيه السكر دونك سي با لا بين صافي وكنطحنو حتى هو دونك البنات ها هو العصير ديالنا ها هو الختوريه ديالو ها العصير الثاني دونك كديروه في الثلاجه حتى كيبرد تماما عاد كتشربوه بالنسبه لولادي دابا غيشوفوا لا فيديو ما بقاش يشربوا لي العصير كنت كنكذب عليهم نقول لهم عصير زويد دابا ما عندي فين نكذب باش ياكلوا لي الخضره دونك ها هو العصير ديالنا تقريبا صحي لان فيه السكر سكر دي كونسيي دونك تقريبا صحي هذا ما كان دونك البنات ها لو غاتو ديالنا وجد راه عاود خليته حتى شويه
مابقاش سخون، مابقاش سخون لا كريم، وعاود زدت له الشوكولاط لان قبيله كان كيذوب، ودرت فوق منه شويه السكر ثقيل. دونك ها لي جو ديالنا وجدوا من بعد ما بردوا في الثلاجه. دونك ها الكاطو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم. دونك كاطو ساهل كيجي لوغو بحال حلوه ديال لا كريم. بالنسبه للزواق تزوقوا باي حاجه، اي حاجه تمنيتوها ديروها. دونك لو جو ديالنا هو فيه الخضيره وتا هو رخيص وسهل. دونك بالنسبه اللي غيشوفوا لا فيديو ديالي اول مره، مرحبا بكم في القناه ديالي، كنتمنى تشتركوا معايا وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك. وبالنسبه للحبابي اللي معايا دابا وليتو عائلتي صافي، ديما مرحبا بهم وكنشكرهم بزاف على الكلام الطيب اللي كيخليو ليا في خانة التعليق. وشكرا شكرا شكرا بزاف ليكم، و إلى بروشين فيديو إن شاء الله.